بما عبدنا وإن الله اللهم وفقنا رب العالمين فيما تحب وترضى اللهم نستعين بك ونستغفرك ونستعين بك ونستغفرك 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 نسألك الهدى والتقى والعفاف ربنا تغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا وجرنا مما يرضيك آمالنا ووفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. أما بعد، ما زلنا في درس السادة الشافعية من حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الرازي على متن الغاية والتقريب القاضي الشجاع رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين امين. ودخلنا في ابواب المعاملات وتكلمنا على البيوع وانواع وانتهينا منها. ومن ضمن الاشياء التي تشبه البيوع الربا، لان الربا ايضا عقد فيه تبادل فهو يشبه الربا حتى عند الكفار لما قرنا الربا قالوا انما بيع في الربا واحل الله البيع وحرم الربا بوجود الشبه لانه عقد ايضا. ولكن اريد قبل ان نقرا في الكتاب، لان موضوع الربا معروف في الكتب القديمه باسلوب يعني فيه نوع يعني اجمال او لبن متاثرين بطبيعه الحياه التبادليه التجاريه في زمنهم اللي هو الدينار والدرهم وغير ذلك. ويجب علينا قبل ان نقراها اننا اول نمهد لها بمقدمه. اولا الربا هو عقد باطل حرام من الكبائر باجماع المسلمين. ودليل من القران والسنه والاجماع يعني اكثر من ان يعرف. ولذا لم يخالف احد من طوائف المسلمين لا سنه ولا شيعه ولا اي حد الا ان الربا حرام. كل أجمع أن الربا حرام وحرام من الكبائر، لأن المحرمات كبائر وصغائر. يعني مثلا عقد البيع الذي لا تتوفر فيه الشروط الشرعية يسموه عقد بيع باطل حرام، لكنه مش من الكبائر، مش من الكبائر. لو عملنا عقد شركة مثلا أو عقد مرابحة وبعدين في نوع غرض يبقى حرام لكنه من الصغائر مش من الكبائر. لكن لما نيجي نقول في الربا انه حرام، حرام من الكبائر. ولم ياتي الله سبحانه وتعالى في كبيرا من الكبائر وتوعدهم محاربه فاعلها هو ورسوله الا في الربا. فاعلنوا بحرب من الله ورسوله، ما قالش كده بيكون في الزنا، ما قالش كده في الكذب، ما قالش كده في اي حاجه ثانيه. فدليل ان هي امر يعني يجب ان المسلم يعيده الدماغ حتى يتجنبوا تجنب كامل، لان المحاربه بتتم في الدنيا قبل الاخره قبل البرزخ. الربا باختصار احكامه استقتها الشريعه الاسلاميه من حديثين، حديث عباده بن الصامت اللي هو قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مبين انواع، قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فإن زاد أو استزاد فقد أربك. ده حديث ست أصناف عديناهم لأنهم ست، يبقى أنواع، يبقى سموا الستة دي أجناس الربوية. العلماء جم في الستة اللي ذكرهم الناس دول ما ذكرش غيرهم، مفيش حديث تاني ذكر الربا غير الستة دي. فأسموا الستة دي إيه؟ الأجناس الربوية. إذا لما تيجي تقرأ في الكتب الجنس الربوي مرجعه كله حديث عبادة ستة أنواع. طيب، حديث تاني بين فيه أن كل قرض جر نفع فهو ربا. كل قرض جر نفع فهو ربا. يبقى عندنا ربا متعلق بأجناس ومتعلق بقروض بس، ما عندناش ربا ثالث في الإسلام ما نعرفوش. يبقى الربا عند المسلمين إما متعلق بجنس ربا أو متعلق بقرض جر نفع اللي هو قرض بفائدة، والقرض الكل. يبقى حتى ولو خرج عن جنس الربا طالما بقى
مثل ايه؟ يبقى لا يدخل الربا في الاجناس غير الربويه الا في صوره القروض فقط. واضح؟ طيب لما الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم على هذه الاجناس الربويه قال يدا بيد مثلا بمثل وفي روايه هاء وهاء. يبقى اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الاجناس الربويه عند التبادل ثلاث شروط استنتجها العلماء من الحديث: التماثل والتقابض يدا بيد والحلول. ما يجيش حاجه اللي هو قال هاء وهاء، هاء وهاء الحلول، يدا ويد اليد، مثلا بمثل التماثل. يبقى انا عندي لازم ثلاث شروط تتوفر عندي في عقد الجنس الربوي ليصير حلالا، وان لم يتوفر اي شرط فيها تقع فيه الربا: التماثل والتقابض والحلول. التماثل يعني ايه التماثل؟ يعني ان كان بالوزن يبقى وزنا بوزن، وان كان بالكيل يبقى كيلا بكيل. يا دي ادي معرفه تماثل. ومعنى التقابض يعني يا انبياء، ومعنى الحلول انه اللزوم. يبقى لازم في الحال ما فيش فيها مده نساء يعني تاجيل. يبقى الحلول يمنع التاجيل، والتماثل يمنع التقابض، والتقابض يمنع ربا اليد. يبقى انا عندي من الحديث ثلاث انواع: ربا النسيئه اللي ما فيهوش حلول، ربا النسيئه اللي هو بيبقى في فتره زمنيه بين احد المقبوض، اما قبضته وزاد، لو في بينهم مسافه زمنيه يبقى يسموه هنا دي. يعني انا اديتك حاجه وهقبض، هقبض بعد فتره، الفتره دي اسمها الزمن، سموها النسيئه، النساء اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم الحلول. لو لم يتوفر الحلول يجي ربا النسيئه، لو لم يتوفر التماثل ياتي ربا البصر، لو لم تمثل التقابل اللي هو اليد باليد ياتي ربا اليد. يبقى انا اتخذت من حديث اولاد الاسلام ثلاث انواع: ربا النسيئه، ربا التقابل، ربا الفضل، ربا اليد. واضح؟ طب وحديث القرض جبت النوع الرابع اللي هو ربا القرض. يبقى ما عندناش الا اربع انواع ربا. كويس؟ اربع انواع ربا. ثلاث انواع متعلقه بالاجناس الربويه، ونوع واحد متعلق باي شيء ولكنه قرض. واضح؟ الحاجات دي كلها لازم تبقى في ذهن المسلم الاول قبل ما يخش باب الربا، يفهم بقى ان في خلاف بقى في ايه؟ في عله الربا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تاتي المذاهب تختلف بتفصيل المساله. العلماء، علماء اهل السنه اللي احنا بنقول عليهم دلوقتي بنختصرهم في المذاهب الاربعه، وان كانت مذاهبهم كثيره لكن دونت مذاهب اربعه فصارت هي المدونه، وهي اللي تدرس لانها دونت وحافظوا عليها على مر العصور، ونسبتها لقائليها واضحه بسند منتقل واضح قويه، فسميناها المذاهب الاربعه. بحيث تقدر تحلف ان الامام الشافعي كده، تقدر تحلف ان هو كده. انما بقيه المذاهب الثانيه كانت في 300 عموما مجتهدين على مر العصور، لكن لم تدون في كل الفروع ولم تحافظ الامه عليها من حيث الاسانيد واختلطت. وبالتالي ما تقدرش انك تخليها مذهب قائم بالذات. ما تقدرش تقول في مذهب مثلا الامام الشعبي مذهب كامل، لا، الامام الشرعي هي لغز ياخذنا منه بعض الفتاوى والاقوال في امور متفرقه. الامام ابن جريج كذلك، مش عارف مين كذا، وهكذا. الاسحاق بن راهويه وغيره وغيره كتير، مذاهب كثيره. احنا هنشوف المذاهب الاربعه اللي هي تمثل مذهب اهل السنه والجماعه من حيث الفقه. نظر الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتاع اولاد ابن الصام، هم ما اختلفوش في القرض. القرض واضح، كل قرض جر نفع فهو ربا عند كل الناس. القرض يعني انا لو اعطيتك مثلا الكتاب بتاعي ده قرض اقترض دمه، فانا لما اقرضتك الكتاب ده قلت لك بس مقابل انك انت تشتري مني كل يوم طلبات بيتك، وانا عندي مثلا محل لحد ما تجيب لي الكتاب، يبقى ده غير لان انا اقرضتك وانتفعت من هذا الخط، شرفت عليك شرط
او مثلا اقرصتك الالات بتاعتي احنا كجراحين او هي مثلا الات الاوعيه الدمويه بتاعتنا دي تبقى غاليه. فراح الجراحين يبقى عنده مال كويس يقدر يجيب له مثلا يعني اجهزه يستعملها في حالاته الخاصه ب 100,000 جنيه ويشيلها معاه اصلا كده. يعمل حالات، مش كل جراح شاطر عنده 100,000، فساعات يستلفها من زميله عشان عنده حالات. فلو سرق زميله مقابل السلف ده ان هو يديله مقابل غير الآلة وهي قرض مش إيجار، مش إيجار قرض، تبقى إيه؟ لكن لو حولها إلى عقد إيجار صح، لأن أنا هأجرها لك، الإيجار جائزة، خد بالك. عشان كده صياغة العقد مهمة في الحل والفضل. الناس العوام يقول لك يعني هتفرق الكلمة، أه تفرق الكلمة، ده الكلمة تفرق، تخلي الست دي ليك حلال والست دي ليك حرام بكلمة. فالكلمة بكلمة واحدة بتفرق، ده يبقى كافر ولا ده مؤمن؟ بكلمة، مش كده؟ فالكلمة مش قريبة. وبالتالي يبقى لازم نعرف إن أي قرض زي المقاول مثلا، المقاول عنده أدوات مقاولات، يقوم مقاول زميله يستلف منه بعض الآلات بتاعته. لو استلفها منه على سبيل القرض وشرط عليه انه يشتري منه الاسمنت عشان هو بيتلف الاسمنت كمان يبقى ده ربا. لكن يخرج منها ازاي؟ يخليها عقد اداره لاجر له الادوات بتاعته. مقابل الاداره دي هتدفع كذا في اليوم، كذا في الشهر، ده هيحسب في حاجه في السوق. عشان يبقى كل قرض جر نفع فهو ربا، اتفقنا. نيجي بقى للاسماك اللي بقول لك سته. عندنا علماء اهل السنه عندهم حاجه اسمها القياس، ادله الشرع، عندنا الكتاب والسنه والاجماع والقياس. مش كده؟ من ضمن ادله الشرع القياس، يعني ياتي شيء لا ينص عليه الشرع ولكن فيه عله شيء نص عليه الشرع فياخد حكمه. لاتفاق في العلم، ادي القياس. فعلماء اهل السنه المذاهب الاربعه اعتبروا القياس. وبالتالي لما نظروا للاجناس السته قالوا للاجناس السته دي عنوان على عله مخفيه فيها نقدر نقيس عليها اي حاجه تتوفر في العله دي يبقى نستلمها حتى ولو لم يكن حميد. واضح؟ ابن حزم الظاهري قال لا، انا ما عنديش عله الا بالسته، انا لا اعترف بالقياس اصلا. وده مذهب من مذاهب المسلمين وان كان لا يقصد الاجماع لكنه معتبر. بحيث ان بعض الناس تقع في بعض الصور ما تقدرش تقول عليه انه حرام باجماع المسلمين. وده برضه باب في سعه. يبقى ابن حزم قال انا ما عنديش ربا الا في السته، ليه يا استاذ ابن حزم؟ قال لاني انا لا اعترف بالقياس. هو الرسول صلى الله عليه وسلم نص على السته دول، ولو كان هيدخل الربا غير السته دول كان قال. واضح؟ فطالما ما قالش يبقى مفيش عندي ربا الا في السته دول. واضح؟ ده ابن حزم. خلصناه لانه سهل، ما عندوش مشاكل. ما عندوش مشاكل في الفهم، ما بيبصش للمقاصد، ده بيبص للالفاظ والمباني. لا ينظر للمقصد، المقاصد. انما علماء اهل السنه كانوا ينظروا للالفاظ والمباني مع المقاصد. بيجمع المسألة كلها، لأن الشرع له مقاصد ولو أيضا ألفاظ تعبد الناس من خلاله علشان يكلفهم من خلال هذه الألفاظ بدل الصراع الاثنين. فعشان كده مذاهب الأربعة أكثر فهما وأكثر عمقا لمراعاة مقاصد الشرع. طيب نيجي للإمام أبو حنيفة، لأن أقدمهم في الإمامة من حيث السن قبل الإمام مالك. الإمام أبو حنيفة نظر للحديث ده قال لي والله انا انظر للحديث ستة الناس دول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اختارهم عشان فيهم عله مشتركه في السته وهي انهم اما مكيل او موجود. دي اشياء تكال او توزن. الذهب والفضه بيوزن، والشعير والبر بيكال، والتمر بيكال، يبقى اكيد العله هي الكيل او الوزن. فكل ما يكال او يوزن يدخل في الربا. سهلة؟ لا، أبو حنيفة فكر كده. فأدخل مع الستة كل مكيل وموزون لاعتبار أن العلة فيها الكيل والوزن، فخرج المعدود. خرج المعدود. إحنا
الواجب نشتري البطيخ بالعدد ولا بالوزن؟ لو كنا بنشتريه بالعدد يخرج من جنس الربا، لو بنشتريه بالوزن يدخل من جنس الربا عند الاحناف. فهمت بقى ازاي؟ بنشتري الطوب بالوزن ولا بالعدد؟ لو بالعدد يبقى من جنس الربا، لو بالوزن زي الاسمنت يبقى يدخل فيه الربا. يبقى الاسمنت يدخل فيه الربا والطوب ما يدخلش فيه الربا، مع ان الاثنين من نفس الايه؟ العجينه. كده برضه خامة واحدة بس دي اتحرقت واتعلمت بطريقة معينة، ودي اتحرقت برضه واتعلمت بطريقة معينة، لكن ده يباع بالوزن وده يباع بالعدد. فطالما بيباع بالعدد من جنس الربا عند الأحناف. البيض بنشتريه بالوزن ولا بالعدد؟ يبقى ما يدخلش فيه الربا عند الأحناف لأنه معدود وليس مكيل ولا موجود. واضح؟ يبقى العلة الربا عند الأحناف الأجناس الربوية المكيل والموجودة، الكيل والوزن. طيب، خلصنا كده الأحناف؟ المكيل بعد الإمام الروحاني. أذكر مختلفين. حط على يبقى ليجي الإمام مالك، نظر نفس النظرة للحديث، بس استنتج منها حاجة ثانية. غير الإمام أبو حنيفة، قال أنا عندي الجنس الربوي هو النقدية، الذهب والفضة فيهم علة إن الاثنين نقد، نقد يعني إيه؟ يعني وسيلة تبادل السوق، نقدية تسموها النقدية. يبقى أنا عندي علة الربا النقدية، ونظرة للأشياء الثانية لقاها إنها كلها حاجات تتخزن، تتاكل وتتخزن. وكلها تنفع للأقود. فقال يبقى المقتات المدقر، يبقى كل مقتات مدقر جنس ربوي، وكل نقد جنس ربوي، والنقدية هي الذهبية والفضية بس. بحيث لو اتخذ الناس أموال غير الذهب والفضة من برونز أو من أي حاجة ما تخش فيها دي. واضح؟ ده المنفية فكروا فيها. قالوا النقدية والقوت المدخر دي العلة. طالما قوت مدخر إلى الفتحة ما تخش فيها ربا، لأن الفتحة ليست قوت مدخر. برتقان، خضار، ملوخية، تفرجل، فجل، جرجير، رمان، كل حاجة بقى إيه ليست قوتا مدخرا لا تدخل فيها ربا عند الأحناف. لو قوت مش مدخر ما قلت لك اهو، ده اللي بيشترك في الاثنين، القوت المدخر. قوت ومدخر. ومفيش قوت مش مدخر على فكره. مفيش قوت يعني يختار دي ومش مدخر. زي معظم الاقوات مدخر. كويس؟ لكن هتلاقي الفاكهه والخضار ما تعتبرش قوت، تعتبر ادان. تعتبر ادان بلا مدخر. فما تخش في الايه؟ في القوت ولا الادخار. واضح؟ يعني البني ادم ممكن يعيش من غير فاكهه، ممكن يعيش من غير خضار، لكن ما يقدرش يعيش من غير خبز. مش كده برضه؟ يبقى عندنا الامام ابو حنيفه قال الكيل والوزن العله، فكل ما فيه موزون يدخل فيه الربا. الامام مالك قال لا. لا يا احمد، انا شايف غير كده خالص. أنا شايف إن العلة النقدية يعني الذهبية والفضية، والعلة الثانية في كل الأجناس الباقية أنها قوت مدخر. الإمام الشافعي قال للإمام مالك لا، أنا شايف غير كده خالص. لا زي أبو حنيفة ولا زي الإمام مالك. قال له ده أنا موافقك إن العلة النقدية في الذهب والفضة، أنا معاك دي. لكن الباقيين ده مش قوت مدخر، ده انواع مختلفه. ده الرسول صلى الله عليه وسلم دل على كل مفعول. دل الحكايه دي على كل مفعول، كل ما يطعم عنده. ليه؟ لان البر والشعير قوت. كويس؟ والطمر فتح، والملح دواء. بنداوي فيه الاكل. كويس؟ يبقى المسألة مش مسألة قوت مدخر، ده مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على كل أنواع المطعومات.
وكل ما يطعمه البني آدم مش الحيوان يبقى جنس ربو، وما أكله الحيوان ليس جنس ربو، يبقى الدم مش جنس ربو، بياكلوا الحيوانات. لكن القمح احنا بناكل القمح ويتبقى الدم، الدم مش جنس ربو، لأنه اللاقوت مدخر عند الأحناف عند المسيح، ولا هو مفعول عند الشافعية، لكن قد يدخله الربا عند الأحناف الدم لأنه مكيل موزون. واضح؟ فهمت بقى ازاي ان موضوع الربا موضوع شائك بين الفقهاء؟ مستحيل، علشان لما تيجي تخش بالواسع بالفهم الواسع ده تقوم تتحمل خلاف العلماء بعد كده في ايه؟ في تصنيف او تمييز بعض الفروع المختلفه في التطبيقات. يبقى الامام الشافعي عنده الكل مفروض للادميين، ده جنس ربا، يبقى مفروض الحيوانات من جنس ربا. طيب المية مطعوم يا إمام؟ المية جنس ربو لأنها مطعوم، الماء جنس ربو، يعني ما ينفعش عند الإمام الشافعي أبدل إزازة مية زمزم بخمس أزايز مية بركة، لأن مفيش تماثل، لأن الاثنين مية. واضح؟ والاثنين مطعوم، وطالما الاثنين مية والاثنين مطعوم ومن جنس واحد لازم يشترط الثلاث شروط، وإلا تبقى ربا. يشترط التمثل والتقابض والفلوس. فهمت بقى؟ ما ينفعش أبدل لتر مية النيل بخمسة لتر مية دجلة ولا البراق، على أساس إن مية النيل أحلى. ما ينفعش. طب أعمل إيه وهي أفضل؟ بيع دي بالدراهم أو الدنانير واشتري دجلة اللي أنت عايزه. فهمت ازاي؟ لكن ما تبدلش ميه بميه. لكن لو بدلتها ميه بميه تبقى ربع عند الشافعيه وليست ربع عند المالكيه. وكذلك ولكنها ربع عند الاحناف وعند الشافعيه. لان الماء مكيل فيدخل فيه الربويه عند الاحناف ومفعول فيدخل فيه الربويه عند الشافعيه. وليست ربع عند الايه؟ عند ابي ابن حزم وابي داود الظاهريه، لانها ليست منصوصا عليها في الحديث. فهمت بقى ازاي؟ والحنابله عرفوا ايه؟ الحنابله لهم قولين، قول زي الاحناف وقول زي الشافعيه. والرجع عندهم زي الشافعيه. يبقى الخلاصه ان الربا في الاجناس الربويه ثلاثه انواع، ربا اليد اللي هو ملموس تقابض، وربا من البيئة اللي هو فيه زمن بين استلام أحد طرفي العقد، وربا الفضل اللي هو إيه؟ لم تتوفر فيه التماثل. كويس؟ وبعد كده الربا الرابع اللي هو ربا القرض. واضح؟ في العصر بتاعنا احنا قلنا العلة النقدية بالذهب والفضة، ده عند مين؟ الملكية وعند الشافعية، والراجع عند الحنابلة. العلة النقدية. لكن الأحناف ما قالوش النقدية، قال كل مكيل موزون مالناش دعوة. يعني لو عملنا عملة من القصدير أو من البرونز أو من أي سبيكة أو ميكوزا يدخل فيها ربا. واضح ده عند الأحناف، لكن عندنا إحنا لا، الشافعية. طيب نيجي بقى لإيه؟ للأوراق المالية. احنا دلوقتي بقينا في عصر لا في دينار ولا درهم. مفيش تعامل، ده الذهب بقى سلعه تروح تشتريه. مش وسيط للتبادل زي زمان. كان زمان الذهب والفضه وسيط للتبادل، دلوقتي تحول الذهب الى سلعه تشتريها. تشتريها دي الاوراق الماليه. طب ايه بقى حكايه الاوراق الماليه؟ وايه موقفها في الاجناس الربويه؟ فهمت بقى ازاي؟ عشان كده بتبتدي تطبقها على العصر بتاعنا. الاوراق الماليه اللي هي بنسميها احنا الوقت ايه؟ جنيه مصري، واخد بالك، جنيه استرليني، يورو، دولار، سميها ما تسميها، ريال سعودي، ين ياباني، اسمها اوراق ماليه. كل دي اسمها اوراق ماليه. تشبه النقدين في القبول العام. انك انت اول ما تطلعها لاي تاجر يقدر ياخدها منك ويدي لك حاجه، يبقى في قبول عام. ليه القبول العام عندنا؟ وتشبه النقد ان هي وسيله للتبادل، لكنها تختلف عن النقد انها ليس فيها قيمه ثابته،
ده القيمة في الرقم اللي مكتوب عليه. ده حتة ورقة كده مستويين تعليم مكتوب عليها 100 جنيه تبقى 100 جنيه. لكن الذهب زمان كان قيمته ايه؟ الدينار 4 جرام وربع. تقدر تبيعه ذهب يديلك 4 جرام وربع ذهب، وتقدر تبيع بيه وتشتري بيه قيمته بره 4 جرام وربع، يعني قيمته جواه. فهمت؟ لا الاوراق الماليه مش كده. ده ممكن يعمل لك ورقه يكتب لك عليها 1000، ورقه ثانيه بنفس طولها بنفس وزنها يكتب لك عليها 1، مش كده برضه؟ يبقى دي ما تشبهش بقى ايه؟ الدينار والدرهم علشان اقدر اقيسها عليه واقول ان دي تبقى جنس ريدو. فهمت بقى المساله؟ حصل. الاوراق الماليه اول ما نشات لقوا ان الذهب والفضه لما بيستعمل في التعامل مع الناس بيحصل ايه؟ بيحصل فيه بيبتدي ويبتدي يفقد من وزنه. يبتدي يفقد من وزنه، ده الكلام في اول القرن الماضي او القرن العشرين. ومش كده وبس، ده في ناس كمان منطقيه يمسكوا الجرود وياخد البراده دي يجمعها ويبتدي يعمل منها ذهب ويبيع. ما هو دينار اما يتبرد يفقد مثلا 10% من وزنه، ومش الناس مش هتدركها. هو دينار برضه، فبقى فيه شغل غش. والذهب نفسه هيبتدي يستهلك، والذهب ده يعني معدن مهم، واخد بالك؟ فقالوا ايه؟ احنا نخلي الذهب زي ما هو متخزن في السجانه العامه، ونصدر بداله اوراق بنفس قيمه الذهب دي. كويس؟ يبقى ليها رصيد ذهبي. يبقى الاوراق الماليه اول ما نشات نشات بديل عن الدينار وبديل عن الدرهم، يعني هي مش قيمتها في الورق، ده قيمتها في الصك انها تدل على ذهب، كانها صك بالظبط. يبقى مرت مرحله انها صك فهي ذهب. تقدر تاخد الجنيه ده، زمان كان الجنيه بتاعنا نص جنيه اخضر ايام الخدمه، كان جدنا يقول لنا ايه؟ ده الجنيه ده اول ما طلع على روح البنك يديني بداله جنيه ده، ويديني كمان مش عارف مبلغ بسيط كده مش عارف كام مليم مقابل الطباعه. شوف قد ايه؟ يبقى كانت الورقه دي تمثل الذهب. وبالتالي اول ما ظهرت الاوراق الماليه وهي فقط بالنيابه عن الذهب، نظر الفقهاء اليها ان عله التقضيه فيه، فقالوا ان الربا يدخل فيه، لان هي تعتبر ذهب بس بصورة ورق تيسيرا لحملها ومحافظة على وزنها، بحيث يفضل استمرار الوزن بالشال في الخزانة العامة، ما حدش يضربه ولا يتضرب للاستعمال، وفي نفس الوقت يبقى سهل الواحد يشيلها في جيبه تبقى خفيفة. واضح؟ وعلشان كده في أول هذا القرن أول ما نشأت الأوراق المالية قالوا إنها يدخلها الربا لأنها تشبه الذهب والفضة، بل هي تعتبر لها موجودة بصورة ورق. واضح؟ يعني كأن لبست الجنيه الذهب ثوب ورق، لكن هو ذهب. واضح؟ فجعلوها من تريبو. وبالتالي قال لك ان الاوراق الماليه للتعامل فيها ما ينفعش ابدل جنيه بجنيه وربع، لان لازم فيها ثمن، لازم فيها ثمن. واضح؟ وما ينفعش ابدل مثلا جنيه بايه؟ ب 100 قرش، ب 110 قرش، لان مش تمام. واضح؟ ده في الاول ايام ما كان في غطاء ذهب. بعد كده مرور الوقت الاقتصاد العالمي بقياده امريكا لغت الارتباط الذهبي بين الذهب وبين العمله عشان تدي حريه للسوق وتغرق السوق وتدفع المكن يدفع ورق والناس تتعامل بورق وخلاص، ويبقى الورق ده ما هو الا وسيط تبادل والموارد في السوق للانتاج وللاقبال، والذهب مالوش دخل ما بيوزنش، اللي يوزن السوق هو الانتاج وايه؟ والتوزيع والاقبال، هو ده الحلو. ويجي الورق ده ما هو الا وسيله بس للتبادل، واللي هيحدد القيمه الفعليه للاشياء هي كثرتها واقبال الناس عليها او احجامهم عنها. وبالتالي لم يربطوها بالذهب والفضه، سموها عوموا الايه؟ العمله، تعويم العمله.
كويس؟ شعرت الستينيات او السبعينيات مش فاكر، لكن ليها تاريخ. الناس المهتمين بدراسه الحاجات دي في التطورات دي هيقول لك تواريخ ويقول لك الكراهه ده مش عارف ايه والكلام ده. فالفقهاء ما يقدروش دلوقتي بعد ما الجنيه فقد صلته بالذهب يمشي على فتاوى الشيخ مثلا مخلول او الشيخ مثلا المطيعي بخيط المطيعي الشيخ الازهر او الشيخ المراغي او الشيخ محمد عبده، لان دول كان ساعتها مرتبطه بالذهب. وبالتالي لما يجي المفتي دلوقتي يفتي فتوى ويخالف اللي قبله لان تغير الواقع، مش علشان هو يمالي الحكومه زي ما الناس متصوره، لا الواقع تغير. اصبح الوقت الورقه دي ما هي الا وسيط تجاري فقط، كانها سلعه. صارت الورقه دي عروض من عروض التجاره، سلعه معروضه للبيع. زي مثلا بتبيع الاوراق الماليه فالثاني بيبيعها في السياره، فهو بيشتري منك الاوراق الماليه وانت بتشتري منه السياره، فكانها ايه؟ عروض تجاره. وعروض التجاره طالما مش مرتبط، الاوراق الماليه دي قالوا مطعوم؟ قالوا مش مطعوم، يبقى مش كان تربيع عند الشفاف. طب ذهب وفضه؟ قالوا لا ذهب ولا فضه، مش كان تربيع عند الملكيه ولا الشفاف. طب هي حقوق مدخر؟ طب انت لما بتجوع بتاكل ورقه بجنيه تشبع؟ هي بتقول ذكر اه لكنها مش خوذ، مش كده برضه؟ مش خوذ. يبقى لا هي جنس ربا وعند الملكيه، ولا هي جنس ربا وعند الشافعيه، ولا هي جنس ربا وعند الاحناف، لانها لا هي مثيل ولا موزون، دي معدوده. دي معدوده، مش كده برضه؟ يبقى صارت الاوراق الماليه دي ليست جنسا ربويا عند المذاهب الاربعه. لكن دي انا بشتري بيها مصروف، قال لك يبقى لا ياخدها الربا الا في القرض. بس. لا ياخدها الربا الا في القرض. يعني انا ممكن اديك ورقه ب 200 جنيه تديني 230 جنيه جنيهات ومش ربا. لان 230 جنيه جنيهات دول رزمه قد كده، لكن ورقه ب 100 هحطها ب 200 استرجع. لا يشترط التماثل فيها خالص، لان انا جبت ربا بيعوا كيفما شئت، بيعوا كيفما شئت. فصار الان لو حبيت بخلاف الانسان العام اللي فاهم الشرع بطريقه سطحيه يفتكر ان الصوره دي ربا، لكنها مش ربا. الصوره دي مش ربا، لان اولا ده مش جبت ربا عند اي مذهب من مذاهب المسلمين، ولا حتى في حاله لانه مش منصوص عليه، والمذاهب اللي قالت بالقياس مش نقيص عليه. واضح؟ يبقى انا لو اديتك ورقه ب 100 وانت معاك 100 جنيه اربع جنيهات. اربع جنيهات دي بتديك قوي لما تشيل 100 جنيه اربع جنيهات. لكن لما تروح مديني 110 جنيه اربع جنيهات واديك انا بدلها ورقه ب 100. يبقى انا عندي حافز ان انا اصحح لك فلوس. فاهم؟ ومش ربا. وليست ربا هذه. فهمت ايه ليست ربا؟ نقطة مهمة. الربا لا يدخلها الا بالقرض. فندخل في اعمال البنوك. البنوك دلوقتي جزء من ضمن اعمالها انها تقرض الناس، زي ما هي جزء من اعمالها انها تحتفظ باموال الناس وتجمعها عندها وتستعملها في مشاريع او تستعملها في قروض اخرى او تستعملها في عقارات او تستعملها في اي سائر الاستعمالات المختلفه. يبقى اعمال البنوك ما يدخلهاش الربا الا بالقروض. في القروض بس، لكن في الاستثمار يعني بنك بياخد الاموال دي ويبني عقارات ويبيعها، وبناء على المبيع ده اللي بيبيعه المكسب ده بيدي ارباح للناس اللي حاطين فلوسهم عنده، وبيغسل عموله البنك اللي هي مصاريف الموظفين وغيره. بس هو المشكله في البنك انه خلى الربح ثابت، فثبات الربح لا يعني الربويه، ده يعني الغرض. يبقى عقد شركه فيه ضرر وليس عقد ربا. يبقى ده عقد شركه فيه ضرر. ضرر يعني ايه؟ يعني فيه نوع من الايه؟ من الغرض. نوع من ان احد الطرفين هيتظلم. لان ممكن يبقى المكسب ازيد شويه
وبالتالي انا خدت اقل، وممكن يبقى المكسب اقل شويه يبقى البنك بخرم. ففي غصب سبب الايه؟ الريسك ده. الناس اللي هم مسؤولين عن الاسواق دلوقتي قالوا لا ده كان زمان. ثبات الربح ده كان فيه غصب زمان ايام ما كانت الاسواق مش مدروسه ومش مرتبطه ببعضها. احنا دلوقتي لقينا قريه واحده وبقى في حاجه اسمها دراسه جدوى. وبنقدر احنا من خلال دراسه الجدوى نقدر نعرف ان المشروع ده هيكسب في حدود من كذا لكذا في الخمس سنين الجايين. وكل خمس سنين نعمل دراسه جدوى فينا نقيم تاني وندي ريت تاني. وقد تكون في بعض المشاريع يقول لك سنويه دراسه سنويه. وقد تكون بعض المشاريع دراسه كل 10 سنين، وقد تكون دراسه كل 6 شهور. واضح؟ وبالتالي لما دخلت دراسه الجدوى اصبح ثبات الفائده وما نسميهاش بقى فائده. الناس بدلوا مسمينها فايده فايده فايده، والفايده يبقى الفايده يبقى اطلقوا عليها اسم الفائده. هي مش فائده. ده اصلا ربح استثمار. اسمها كده ربح استثمار، انا بستثمر مالي واللي جاي لي ده ربح مالي. ده مالي ده تحول الى مشاريع والمشاريع دي ربح. انا بالظبط عامل شركه بيني وبين البنك. البنك ده اديته راس مالي ووكلته يتاجر فيه. هو بيديني ربح ولا ايه؟ ادي كل الحكايه اسمه ربح مش فايده. واضح؟ يبقى ربح استثمار، ربح استثمار ده تجاره. يبقى جاهز ما فيهوش حاجه. ايام ما كانش فيه دراسه جدوى وكانت الاسواق ضيقه وكانت الارباح تفضل ثابته كان يبقى عقد مضاربه او شركه باطل لتثبيت الربح قبل الايه؟ مزاوله النشاط. فيبقى ده عقد ما قالوش ربا، قال عقد شركه باطل. يبقى مش ربا برضه لكنه يسموه ايه؟ عقد من العقود الباطله ويبقى ده حرام من الصغائر. الحقائق دي كلها مهمه ليه؟ عشان تمنع النصابين اللي نشأوا ياخدوا اموال الناس يستثمروها ويضحكوا عليهم. وعلشان الناس رفضت انها تحط اموالها في البنك خايفه من الربا. فنشأت طائفه كبيره من الحراميه الناس هي عانت منها امر المعاناه. واخد بالك؟ زي الطوائف الكبيره اللي احنا سمعنا عنها كل يوم بنسمع. واحد خد مليار جنيه عشان يتاجر مش عارف ايه من الناس وبعدين فجاه اختفى ومشي ودخل مش عارف 2 مليار وواحد. ليه نشأت الطائفة دي؟ نشأت بسبب جهل الناس بالموضوع اللي احنا بنحكيه ده. وبنفس الوقت أصبحت القوة الاقتصادية للدولة ضعفت، لأن أصبحت مدخرات الناس مش موجودة في الوعاء الدولي بتاع دولتها، بحيث ما يبقاش عند الدولة سيولة تقدر تستعملها في المشاريع العامة الكبيرة اللي هي تعود النفع على عدد كبير من الناس. وأصبحت كلها مشاريع محدودة ضيقت الافق ما تبتش الا اثنين ثلاثه. فكل ده اثر على حياتنا كمان، تزود غلاء الاسعار ومصاعب الحياه، كل ده بسبب اننا ما فهمناش يعني ايه الربا وكيف انها تتطور وتتغير من عصر لعصر ومن صوره لصوره. واخد بالك؟ القروض، نيجي للقروض بقى. البنوك بتعمل قروض وبتعمل ارباح عليها. كويس؟ فضل العلماء المسلمين لحد ما الدكتور علي جمعه مسك الايه الافتاء بيقولوا ان القروض كل قرض جرى نفعه وارده، يبقى اعمال البنوك لا يدخلها الا في القروض ده. لحد ما جاء الدكتور علي جمعه لانه بيشتغل في البنوك بقى له سنين وذهنه تجاري وبيلف العالم وعنده اطلاع اكثر وبيعرف لغات، فهو يعتبر فقيه مناسب انه يتكلم في حاجه زي دي. بخلاف واحد تاني ما بيسافرش، بيقرا في الكتب القديمه بس وحافظها ومش مطلع التطورات اللي بتحصل في العالم، ففاته الذهب ده غير فاته الذهب لان ده شايف اكثر منه. لكن الكل بيقول ان الربا حرام، فيمكن الكل معتقد تماما والا يبقى كافر. فجاءت الدكتور علي جمعه قال يا جماعه القروض دلوقتي اتغيرت، ده القروض نوعين، قرض استثماري وقرض استهلاكي. فراح مقسم القروض لنوعين. كان الاول مخلينا القروض نوع واحد. وبالتالي كل القروض يدخل فيها ربا. ويبقى ده ربا ممنوع تستعمله. واضح؟ فجاء الدكتور علي جمعه قال لك لا ده في قروض استهلاكيه. مش الدكتور علي جمعه بس، على فكره قبل الدكتور علي جمعه من 20 و30 سنه مشايخ كتير، والدكتور علي جمعه عارف اسمائهم ونقولهم لك،
قالوا كده برضو بس لم يجدوا قبول من الناس. لكن قالوا كده برضو لما اطلع الاكثر قالوا بس ايه العلماء المسلمين المحيطين بيهم استهجنوا هذا الراي في الاول لانهم استغربوا. وتملي المعاصره حجاز، المعاصره حجاز طول ما انت بني ادم عايش قدامك تبقى انت مش عارف ايه، واول ما يموت تعرف ايه. فلما ماتوا العلماء دول وتغير الحال وابتدينا ننظر لكلامهم بعد ما ماتوا قلنا والله كان عندهم حق، وهم عايشين كانوا بيغلوا. لكن بعد ما ماتوا طلعوا ايه؟ طلع عندهم حق، لانهم فعلا نظروا ان القروض معين. قرض استهلاكي انا باخد منك قرض عشان اشتري عربيه كذا، واحد ثاني بياخد منك قرض علشان يعمل مصنع ويعمل مشروع. ده غير ده، ده حكم ده غير ده. لان ده هياخد استثمار فهيشغله وهيربح ويكسب فيه. ده بالظبط البنك تغير، صار البنك هو اللي يودع عنده. صار البنك هو اللي يودع عنده يعني يشغل فلوسه عنده. ويبقى من حق البنك انه ياخد مقابل استثمار. ويبقى الربح اللي بياخده منه ده مش بايده، ده مش جر نفسه، ده مقابل استثمار مال البنك. فهمت ازاي؟ عند هذا الرجل واضح؟ فقال لك ان القرض الاستثماري يبقى بالظبط الربح اللي جاي منه ده مش ربا، ده مش نفع مقابل قرض، لا ده استثمار، ربح استثماري. امال ايه بقى القرض اللي يجر بالنفع؟ هو القرض الاستهلاكي، اخد منك قرض علشان اشتري بيت ادخل فيه وبعدين ابدله بزياده، هو ده الربا، هو ده بقى بحقيقته. واضح؟ يبقى كل ما بتتسع دائرة فهمك لموضوع الربا، كل ما بتيسر على الناس معيش، وفي نفس الوقت تعين حتى البنوك انها يعني ايه تبدل جملتها لصيغة عقودها الى صيغة مناسبة للشرع الشريف. يعني يجي مثلا بدل ما البنك يسميه قرض للمستثمر ما يسموه القرض عشان ما يخشش في تشويش الحديد كل قرض جرنا، يسميه ايه؟ يسميه مثلا دفعة استثمار او يسميه اي اسم غير قرض، يختار له اي اسم. واخد بالك؟ او ايداع مثلا، ايداع استثماري عند الجهه الفلانيه على اساس ان هو بيودع هذا ليستثمر هذا المال، ما يسموهش قرض عشان ما يشوشش كمان على الانسان اللي هو ايه؟ ضحك التفكير ويقابل حديث كل قرض قبل نفع ويلاقي البنك كمان كاتب عليها قرض ويبتدي يقلق انسان. لا، يبقى لازم تصاغ حتى العقود بصيغه فيها الفاظ تمنع الشغل. واضح الحكايه دي؟ هنيجي بقى نقرا الوقت الربا في فقه الشافعيه. يبقى الشافعيه لما هنقرا كتب الشافعيه هنقرا ايه؟ هنفهم الربا اللي هو متعلق بالنقدية اللي هي الذهبية والفضية أو المقامية بس. واضح؟ مالناش دعوة بالمكيل ولا الموجود ولا دعوة بالكوت المدخر ولا لينا دعوة بالحاجات دي، هنبتدي نشوف الشافعية إيه أطفالوا الربا إزاي وفكروا فيها إزاي. ما هي دي بقى مشكلة، ما بتبقاش ربح. المشكلة إن مش كل واحد ياخد المال يستثمر بيكون جاهز عنده في الدنيا، فأحيانا يتهاون ويقوم يضيع المال، فلازم البنك يضمن حقه عشان يمنع تهاون المتهاون بسبب قلة الأمانة. بس تعتبر المبلغ ده يعتبر يعني إيه تعويض للبنك عن تقصير المستثمر في ايه؟ لانه الوقت يبدو يد ضمان مش يد امانه. فصارت يده عن مال يد ضمان مش يد امانه، فلازم يضمن لها. فده مقابل يد الضمان. لان ما اخذه يده عليا ليست يد امانه بل هي يد ضمان. واضح؟ لا. لقيت البنك لو ادى للمستثمرين وقال لهم احنا مش عايزين ولو خسرتوا مش هناخد، هتلاقي طوابير بسبب الزمن اللي رفع فيه الامانه وكثر فيه الخيانه وكثر فيه الغلاء وقل فيه الديانه. هتبص تلاقي كل واحد ياخد ويعمل مشروع على الورق
وفي الاخر ما يعملش مشروع وبعدين يقول له انا خسرت. فهمتني ان هيحصل فساد عريض. فيبقى لازم البنك كمان يضمن بسبب ايه؟ تغير احوال المكلف. المكلف بتاع اليومين دول من زي مكلف ايام الصحابه. المكلف ايام الصحابه كان عنده امانته وكلمته يدفع مقابلها دمه. مش كده برضه؟ لكن دلوقتي لا، ده يحلف بجميع ايمانات المسلمين انه شاف وهو ما شافش، عشان شاف منك هتديله 50 جنيه. تديله 50 جنيه الشاتور. زمان لو اديته الدنيا وما عليها كان ليش شاتور ما يقولش، يقول لك لا مع السلامه مش عارف. يبقى طبيعه المكلف اتغيرت. فلما تغيرت طبيعه المكلف والحياه ما زالت مستمره، لازم يبقى في ضمانات اضمن ايه للبنك حقه او للمستثمر حقه. واضح؟ لكن على اي حال الحاجات دي قابله للصياغه بطريقه شرعيه. انا مش هقول لك تصاغ ازاي، انا جراح دكتور. لكن اللي يقول لك تصاغ ازاي، العلماء بتاع علماء الدين يقعدوا مع علماء الاقتصاد، يقعدوا مع مسؤولين البنوك اللي عندهم خبرات طويله، ويقعدوا مع اساتذه التجاره الكبار في كليات التجاره المختلفه، ويقعدوا بعد كده بعد يكونوا فاهمين القواعد الشرعيه. ويصيغوا العلاقات دي والتعاملات دي بصياغه شرعيه تحفظ للمجتمع ماليته وللبنك حقه، واخد بالك ازاي، وللفرد حقه، بحيث لا يظهر على ده وفي نفس الوقت تبقى في اطار شرعي. فدي مسؤوليتهم. لكن احنا الهدف ان انا بقول لك ان الربا مش بهذا الضيق هذا الافق اللي احنا كنا متصورين. اللي الناس متصوره ان الحكايه اوسع من كده، ولما اعرفوا انه اوسع من كده اتحمل ان هلاقي علماء يختلفوا مع بعض وارسل الضغط ليهم كلهم. فلا اسيء الظن بعلماء المسلمين، ودي نقطه مهمه، لان لما اسيء الظن بعلماء المسلمين واقول عليهم علماء الربا زي ما بيقولوا عنكم بعض القنوات بيحللوا الربا، هو بيحلل الربا على كفاره وتكفير المسلم كقتله. فده حرام. لو اتعلم القاعده دي والقعده دي اللي احنا عملناها والفرشه الكبيره دي هيخاف يتهم احد من العلماء ان هو بيخل بيهم. هيقول له ده ليه وجهه نظر، نروح نناقش، يمكن ما خدهاش في الكتاب ده. يمكن عنده وجهه نظر ثانيه، يمكن ما بيسميهاش قرض يا اخي، ده بيسميها حاجه ثانيه. يمكن ويمكن في 100 يمكن. يوم يجد الايه؟ المبرر اللي بيه يحسن الظن بالمسلمين فلا يزيده بيخافه بربه، لان طول ما انت ليس في قلبك شيء لمسلم تفضل بالامان مع ربنا. وتبقى من اهل الكلام. طول ما قلبك مليان ضغينه للمسلمين طول ما انت قريب من النار. فانت ازاي هتشيل الضغينه دي؟ انت لما تعرف ان العلماء دول لهم حق يختلفوا، ده المساله مش سهله. ده المساله قابله للمناقشه بصوره كبيره. ومش كده وبس، ده المناقشه في هذا العصر بعد 10 سنين بتغير السوق وتغير العقول تتغير تاني. وكل شويه بتتغير والحياه مستمره. وبالتالي تلاقي نفسك حسنت الظن كل المسلمين. وما تقولش ان فلان ده بياكل ربا عشان حاطط فلوسه في البنك وبيقدر. يبقى حسنت الظن بعوام المسلمين، فحسنت الظن بعلماء المسلمين، وفي نفس الوقت نمت وليس في قلبك شيء لاحد، فما جيت بنفسك بقيت لي قريب للجنه. دي النقطه دي مهمه قوي. انت لو وصلت النهارده ليه بس كفايه، مش مهم تعرف ايه ده تاني. دي كفايه علي انك انت تروح ما فيش احد من علماء المسلمين الكبار انت في قلبك ضغينه من ناحيه، وما فيش كمان اتهام في قلبك لاحد المسلمين العوام اللي بيتعامل مع البنك وبياخد ارباح عشان حاطط فلوسه وعايش منها بدل ما كنت بتقول عايش ولاده ومن بيته. فهمت بقى المساله ازاي؟ فدي كفايه علي. نقرا بقى مثلا فصل في الربا في آلة المقصوره لغة. لغة الربا يعني ايه لغة؟ من حيث اللغة، كلمة ربا دي واردة في اللغة قبل ما هي في الشرع، فليها معنى لغة. لغة الربا الزيادة. يقول لك ايه؟ ربا يعني ايه؟ الزرع يعني زاد وارتفع. ربا الماء يعني زاد الماء، وهكذا. الربا جاي من الزيادة. وشرعا ابتدوا يحاولوا يعرفوها شرعا بناء على فهمهم لهذا. للفهم الوسائل يقول لك ايه مثلا؟ لها تعريفات كثيره، لكن هو اختار لك من التعريف ده. هي ليه تعريفات كثير من الفقه الشافعي، وكل تعريف ليه اللي ليه واللي عليه، ومناقشات في التعريفات. لكن هو اختار لك
في التعريف ده، وشرع المقابلة عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع، يبقى مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل، يعني ما فيش ايه تماثل في معيار الشرع اللي هو الوزن الموزون والكيل المكيل، ادي معيار الشرع. حالة العقل او يبقى هنا اهتم بالتماثل اهو عشان ينفي ربا الفضل، او مع تأثير في العوضين يقوم بيحترم حتى ينفي ربا المكيل، او احدهما يقوم يحترم علشان ينفي ربا اليد. يبقى جاب لك في التعريف الثلاث انواع دي، واضح؟ يبقى هو مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع عشان يدخل لك الأجناس الربوية معيار الشرع، ويدخل لك كيفية التماثل في معيار الشرع بالوزن الموزون وبالكيف المميز. كويس؟ حالة العقل أو إيه؟ أو مع تأخير في العوضين، يعني في زمن يبقى ربا المثيل، أو أحدهما يعني تأخير في القبض يوم ينفي ربا اليد. يبقى التعريف هنا شمل ايه؟ ربا اليد ولم يشمل ربا القرض، وعلشان كده قال لك ان ده تعريف ناقص. واضح؟ لما تفهم انت تقدر تناقش بقى، ما انت لما تقعد تفهم تقدر تناقش العلماء، ما هو العلماء دول بني ادمين فاهمين، فطالما انت بقيت بني ادم فاهم زيهم تقدر تناقش، انما طول ما انت بني ادم مش فاهم ما تقدرش تناقش، هتناقش تقول ايه؟ فيبقى الاول خليك بني ادم، فانت الحمد لله بني ادم مش محتاج انك انت تغير حاجه في نفسك، ناقص بقى تفهم علشان تقدر في ايه تخش وتناقش. انما للاسف في ناس بتتسرع، يبقى كل رجال احنا رجال قبل ما يفهم وبعدين يبتدي يتكلم فيه مش تفهم. والربا حرام وانما يكون في الذهب والفضه وفي المطعومات، شوف الشفعية، انما يكون في ايه؟ في الذهب والفضه والمطعوم. فهمت بقى ده مذهب الشفعية. لو كنت بتقرا كتب المكية يقول لك ايه؟ وانما يكون في الذهب والفضه وفي المقداس المدخر. ولو بتقرا كتب الاحناف يقول لك ويكون في كل مكيل موزون، ما يقولكش الا ذهب ولا فضه ولا مطعوم، يقول لك ويكون في كل مكيل موزون. واضح؟ فهمت الحكايه بقى سهله؟ يلا اذن. انا في بحث الحمد لله كنت عملته، كان تعرفون بي وانا كنت بعمل دراسات عليا في كليه الشريعه باشراف الدكتور ناصر فريد واصل وغنيمه مفتي الجمهوريه. فكلفنا نعمل بحث عنوانه الاوراق الماليه وعلاقتها بالاجناس الربويه. فعملت انا البحث ده وراجعه الحمد لله وكان مخلص منه. فانا ان شاء الله عايز اطور صوره من البحث ده وهجيبها لكم في كتاب البخاري، اديها الواحد فيكم يصورها ويوزعها عليه تقرؤوها يعني، وهي ايه يعني اجازني فيها الدكتور ناصر فريد واصل ايام ما كنت بعمل دراسات عليا، وهو بحث بسيط هتلاقي فيه يعني ايه يفتح لك يعني باب فهم كويس ان شاء الله في الموضوع ده، الاوراق الماليه وعلاقتها بالاجناس ان شاء الله هديها للاستاذ حسين في درس البخاري صوره منها كده، هبحث عنها تبقى مني. فكنت بفكر اجيبها دلوقتي لكنها تايه مني، هحاول ابحث عليها النهارده بالليل كده وبكره لحد ما الاقيها ان شاء الله وتبقى لكم ان شاء الله. وتحتفظ بيها عندك تقراها كويس وتحاول تفهمها وهتوضح لك الصوره بطريقه كويسه. هنا بقى نشوف بيقول ايه؟ والربا حرام وانما يكون في الذهب والفضه وفي المطعومات. وهي ايه المطعومات ده؟ وهي ما يقتل غالبا للطعم اقتياسا او تفكها او تداويا. يعني الدواء كمان هي جنس ربوي، يعني لو رحت عند الصيدليه اللي قدامنا تديها شريطين ريبو تقول لها اديني بدلها ثلاث شرايط اسكين يدخل فيها الربا يا شباب. شوف ده قد ايه بقى؟ شوف يدخل لانه ده دواء، الدواء يدخل في الربا. طب انا عايز شريط اسكين بدل الريبو، اديها بقى اوراق ماليه، لكن عشان تبدل اسبرين باسبرين
والاثنين نفس النوع يبقى لازم اشترط التماثل والتقابل والحدود، والا دخل في كده. طب انا عايز اعرف من المساله ايه؟ اشتري الكتب بقى. واضح؟ وممكن فيها ابقى اجيبه واخد بدلها دواء ثاني، لان اختلف النوع فيجوز التفاضل. اذا اختلف النوع يجوز التفاضل. اذا اختلف النوع يجوز التفاضل. يعني انا هبدل قمح بشعير، مش قمح بقمح. طب القمح والشعير العله واحده، لكن الجنس اختلف. العله الطعميه والجنس اختلف، يبقى يجوز ان انا يحصل تفاضل فيسقط شرط التماثل، يبقى شرطين التقابض والحدود. واضح؟ يتقالي شرطين، اذا اختلف الجنس واتحد في العله يسقط شرط التماثل. لو كان ذهب وفضه ممكن يحصل تفاضل. فهمتني ازاي؟ لان اختلف الجنس، لكن يظل شرط التقابض والحدود موجود، لان الاثنين ايه؟ متحد العله وهي النقديه. فإذا اتحدت العلة واختلف الجنس سقط شرط التماثل. طب إذا اختلف الجنس والعلة يبقى يسقط شرط التماثل والتقابل والحلول. نبيع ونشتري كما شئنا. هشتري أنا قمح بذهب. هشتري قمح بذهب. يبقى ممكن يبقى فيه تفاضل، وممكن يبقى فيه تقابض وعدم، وممكن يبقى فيه نزيع. وما قالش كده. لأن اختلفت العلة واختلف الجنس. واضح؟ إذا اختلفت العلة والجنس، طيب. يبقى لازم أفهم الحاجات دي كلها. طيب مش أجناس ربوية خالص، تبيعه كيفما شئت حسب السوق بقى. يبقى السوق هو اللي يحكم. بنشتري عربيات، اديك انا عربية بي ام دبليو تديني بدلها ثلاث عربيات 128 بس، مشكلة. واخد بالك؟ دي على جميع باجماع جميع المسلمين، لأن لا دي موزونة ولا مثيلة ولا ذهب ولا فضة ولا مكتفى بالذهب. فهمت بقى ازاي؟ لكن اللي مش فاكر ليه فاكر ان اي حاجة لو خدت قدامها حاجة أزيد منها تبقى ربا، فاهم كده، لكن ده فاهمه خطأ. وأنا الكلام لكن أسمنت برسلانتي وأسمنت مش عارف إيه نوع تاني. ده كذا طن ودي ده كذا طن، كذا طن. لو أنا حنفي لازم الوزن بالوزن. لو أنا من أحناف عشان ده جبت ربا موزون. لو أنا شافعي بيعوا كيفما شئتم، ده جبت ربا. أبدل شكارة بشكارتين وبثلاثة ما تفرقش معايا. لان انا راجل شرعي او ملكي. لكن لو انا في ده الشكاره بالشكاره بالوزن. واضح؟ فهمت الحكايه؟ المقصود المدخر بالقياس يدخل الرز، لان المقصود المدخر عند الايه؟ عند الملكيه يدخل الرز. لكن الرز ليس كالتناول عند مين؟ عند النحاس الظاهر، لانه مش مقصود عليه. واضح الكلام؟ خدت بالك بس الدنيا ماشيه ازاي؟ طيب خلينا في الشفايات. المطعومات وهي ما يفقد غالبا للطعم اقتياسا او تفكها، يعني يدخل الفاكهه، او تداويا يدخل الدواء. يبقى البهارات ده دواء للطعام، والدواء الصيدليه ده دواء للبدن، يدخلوا الاثنين. يبقى تاجر البهارات وتاجر العصاره بيبيع ماكول مطعوم دواء يدخل فيه ربا، جنس ربا وعند مين؟ عند الشافعي، وليس عند الملكية. ولا يجري الربا في غير ذلك. تقدر تقول لي تزود حاجة على الكلمة دي؟ إلا في القرض. تزود هنا إلا في القرض. شفت بعد ما كنت تقدر تزود وتعدل وتعمل حاشية وتبقى راجل محشي. محشي يعني ما الحواشي دي بتيجي منين؟ ان واحد فاهم بيقرا كلام اللي قبليه يقوم يبتدي يلاقي الكلام ده عايز يتزود معلومه، يروح عامل حشي على الكلام اللي قبليه. فهمت؟ يروح حاطط رقم ويقفل الحشي. قال الحواشي بتيجي منين؟ كل ما تزداد فهمك كل ما ايه تبقى من اهل الحواشي. تقوم تزود حواشي كتير، حواشي كتير، حواشي كتير.
بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك، أي بالفضة مضروبين كان وغير مضروبين إلا متماثلا شرط التماثل، نفس الجنس ونفس العلة يبقى لازم شرط التماثل خلاص، أي مثلا بمثل، أدي معنى التماثل، فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا وإلا كان ربا الفضل، نسميه ربا الفضل. وقوله نقدا، كلمة نقدا يعني إيه؟ يعني يدا بيد، حالا أي حالا الحلول، حالا اللي عبر عن الحلول واليد بكلمة واحدة نقدا، فهمت؟ فنقدا دي فكها تطلع حال مقبول، فهمت ازاي؟ هو الحلول والصبر، فهمت كلام الشيخ؟ وقوله نقدا ايوه دلوقتي في ايه بيروح لتيار الذهب القديم ده انا عارف القصه دي حواليها. وقوله نقدا اي حالا يدا بيد، يبقى حالا ده الشرط الثاني الحلول، ويدا بيد الشرط الثاني، يبقى عندي التماثل والحلول والتقابل ثلاث شروط، فاهم؟ لازم تتوفر الثلاث شروط دي في الجنس الربوي. خد بالك الحاجات دي مهمه يا جماعه والله احفظها علشان احنا بقينا يعني ايه في ازمه بنتهم بعضنا البعض وبنسيء فهم علمائنا وبنسيء لبعضنا ونفسنا وبنضيع اموال اليتامى والارامل، بندي فرصه للنصابين ياخدوا اموالهم يقول لك هشغلها لك عشان ما تاكليش ربا، وياكلها على الستات وياكلها على الغلابه وياكلها على العمات، والمشاكل دي كلها ليه؟ مبناها انه ما قعدش القعده دي، فهمت؟ فالقعده دي مهمه ومسؤول انك تفهمها وتبلغها لغيرك، وكل ما هتبلغها لغيرك ربنا هيفهمها لك اكتر، تملي اكتر واحد مستفيد هو اللي يدرس، تملي كده مش اللي بيسمع، فالحاجه اللي تفهمها ده غيرك وانا اريدك، بس بشرط بعد ما تتثبت بصحه الفهم، مش بفهم سريع تصلح لك بعد كده انك شرحتها غلط، لا. يبقى شفت هنا كلام الشيخ جاب لك الثلاث شروط ازاي؟ قال لك متماثلا لان نفس الجنس ونفس العله، فهمت؟ ذهب بذهب او فضه بفضه يبقى تماثل، وبعدين خلى كلمه نقدا اللي هي حالا اللي هي الحلول، وايه ويدا بيد اللي هي التقابل، خد بالك؟ فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح، تكتب فوق مؤجلا ربا نسيئه، لان ايه؟ اختل شرط الحلول، اختل شرط الحلول يبقى مؤجل، اختل شرط الحلول يجي ربا نسيئه على طول، ولا يصح بيع ما ابتاعه الشخص حتى يقبضه سواء باعه للبائع او لغيره، ما ينفعش انك تبيع حاجه قبل ما تقبضها يعني تاخدها، ده دخل في حته ثانيه على فكره وقلت الكلام ده. ايوه. ولا يجوز بيع اللحم للحيوان. اللحم بالحيوان. يعني 20 كيلو لحمه بقر اخد بدلها معده. فهمت ازاي؟ يعني بيع لحم للحيوان لا يصح عندنا. ليه؟ لان الاثنين ده مأكول لحم. مطعوم، وعدم هما الاثنين مطعوم والاثنين جنس واحد، واخد بالك ازاي؟ يبقى لازم ايه؟ اتحقق في الحاجات دي كلها، او على الاقل ما يبقاش فيه غبن، لان ده لحم مختلط بعظم وده لحم طاهر، فلازم اعرف العظم قد ايه واللحم قد ايه علشان يتحقق شرط التماسك، وده لحم فيه دم وده لحم مفهوش دم، كل ده يخلط في الوسط، فاهمين ازاي؟ وبالتالي ما ينفعش ان انا ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه كبيع لحم شاة بشاة او من غير جنسه لكن من مأكول كبيع لحم بقرة بشاة برضه. ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا، اختلف الجنس واتحدت العلة يدخل شرط التماثل يبقى متفاضلا. فاهم؟ قال هنا اهو ويجوز بيع الذهب بالفضه اختلف الجنس والعله واحده اللي هي النقديه. فاهم؟
يبقى طالما اختلف الجنس والعله واحده النقديه يسقط شرط التماثل لباب التقارب. واضح؟ لكن نقدا، لكن يبقى لي الشرطين الحلول والتقارب اللي هو نقدا، يبقى لي الشرطين بقى الحلول والتقارب. فهمت الكلام؟ اي حالا مقبوضا قبل التفرق، وكذلك المطلومات لانها جنس ربو عندنا عند الشباب، مطلوب لجنس ربو لا يجوز بيع الجنس منها بمثله، الجنس بالجنس بر ببر، قمح مثلا جيزه بقمح مثلا ريشه، انواع، واخد بالك؟ فالاثنين دول الاثنين جنس واحد قمح بس انواع مختلفه، يبقى الجنس واحد والانواع مختلفه. طالما الجنس واحد لا عبره باختلاف النوعين، طالما الجنس واحد لازم يشترك الثلاثه التقابض والحلول والتماثل. يعني انا معايا برتقان بلدي وبرتقان بتوعي، البرتقال ده فاكهة ولا مقدس مدخر؟ فاكهة. يدخل فيه الربا عند الشافعية لأنه مفروض، ولا يدخل فيه الربا عند الأحناف. واضح؟ عند الملكية. لكن يدخل فيه الربا عند الأحناف لأنه ما فيه موزون. لأنه موزون. إلا لو كان بيتباع بالواحدة ما يدخلش فيه الربا حتى عند الأحناف. لأنه معدود زي البيت. واضح الكلام؟ أنا عايز بس تبقى موقف معايا، صح؟ طيب احنا دلوقتي شافعية وانا عندي 3 كيلو برتقال بلدي وانا بحب البرتقال بالصورة، كويس؟ فرحت واخد ال 3 كيلو البلدي، رحت الراجل ابو الزرة قلت له لو سمحت خد دول واديني بدل كيلو ونص في الزرة. اه لا ما ينفعش. ليه؟ ليه؟ لانه نفس الجنس، نفس الجنس مع اختلاف النوع، فلا عبرة باختلاف النوع. فلا عبرة باختلاف النوع. لازم يشترط التقابض والحلول والتماثل، يبقى 3 كيلو يديني 3 كيلو بسرعة، طب ومش هقبل اللي هيبقى سن 3 كيلو بسرعة. عشان ما فيش أهبل يبقى هبيعهم. هبيعهم وآخد فلوس واشتري أبو بس. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه سيدنا بلال بجميل. طمر جميل. احنا نسميه ايه؟ طمر المجمل. عارف انت الناس التجار يقعد ايه نحل البضاعة الحلوة يجنبها والبضاعة الوحشة يسيبها ويكتب على بتاع والبتاع، فهمت؟ فالتمر الحلو يسموه جميل متجنب. فلما جاله سيدنا بلال بتمر جميل حلو، كله حلو، كل تمرة كده لوحدها جميلة لوحدها، مفيش حاجة وحشة من تمر خيبر. قال أكل تمر خيبر هكذا؟ سيدنا رسول الله أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، ولكن نشتري البقية من هذا، البقية من هذا بثلاثة من الدخل. الدخل اللي هو التمر الايه؟ الرديء اللي هو خبيث مخلط على بعض. قال لا، بيع الدخل بالدراهم واشتري بالدراهم بالجنيه. شوف النبي عليه قال له لا عشان يمنع، لأنه هنا الجنس واحد والمرأة اختلف. الجنس واحد طمر، الاثنين طمر. بس ده طمر دغلول والثاني مش مدغلل. فهمت ازاي؟ فلو طمر حلو وطمر مش حلو، ما ينفعش أبدلهم إلا متماثلين متقابلين يدا إيه؟ حالين. واضح؟ طيب أنا عايز أهرب من الحكاية دي. أعمل إيه؟ أبيع ده بالفلوس وأشتري بس. إذا توسط إيه النقص يبقى اتحلت الأزمة. وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، أي حالا مقبولا قبل التفرق. ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا، إذا اختلف الجنس يبقى يجوز يسقط شرط التفاضل. إذا اختلف الجنس واتحدت العلة، إذا اختلف الجنس اختلفت العلة، شعير بقمح. واضح؟ اختلف الجنس اهو واتحدت العلة الفرعية، يبقى يسقط شرط التفاضل. طب اختلف الجنس والعلة يسقط كل الشروط. لو اختلف الجنس والعلة وهي من الأسئلة وهي تسقط كل الشروط. يقول فبيعوا كيفما شئت. هجيب أنا برد بذهب.
الاثنين ربويين، لكن العله بالذهب النقديه والعله بالبر الطعميه، اختلفت العله واختلف الجنس، يبقى خلاص سقطت الثلاث شروط. يبقى لو استعدت العله واختلف الجنس سقط شرط التماثل، يجوز التفاضل. واذا كان جنس يضع واختلفت فيه العله واختلف فيه الجنس سقطت الشروط الثلاثه. فهمت؟ الحمد لله لم تجد احد يشرح لك الربا بالحلاوه دي. والله بجد. ده يعني بفضل الله علينا وجاب الله مشاهيرنا عنا خير. يعني فهمونا كويس. فلما فهمونا كويس بقيت احب اشرحه للناس. لان لما فهمته بقيت احب اشرحه للناس. وكل ما اشرحه للناس افهم اكتر. كل ما اشرحه للناس الاقي نفسي فهمته اعمى. وعلشان كده انا انصحك وانت فاهمه النهارده تقعد تكتب مذكره كده ما تروحش عايز تفهم، وبعدين بعد كده تحاول تشرحه لبعض اصدقائك بقعده وبعد وهكذا تلاقي نفسك فهمته اكتر، وبعدين تقرا وبعدين ترجع تشرحه تاني وبعدين تقرا وبعدين تقرا تلاقي نفسك لقيت حاجه علمك كتير. فحاول تعمل كده. لكن نقدا اي حالا مكبونا قبل التفرق، فلو تفرق المتبايعان قبل قبض كله بطل او بعض او بعد قبض بعضه. افرض ان احنا بقى ايه في موضوع القبض، احنا قلنا التقابض مطلوب. فانا اديتك 20 كيلو شعير وهاخد منه قدامهم 10 كيلو قمح. عشان القمح ارخص من الشعير. فهمت؟ فانا ابتدينا واحنا قاعدين مع بعض بعد لك ال 20 كيلو ايه شهير بكيلهم لك الدهون وتكلمني ايه ال 10 كيلو قمح. فراح الشهير اللي عندي في المخزن لقيته عند 15 وقل، فقلت له طب استناني بقى بكره تعالى كل الخمس عشان هجيبهم لك من المخزن. هنا قبض بعضه وما قبضش بعضه، نعمل ايه؟ التقابض هنا ما بقاش موجود، اعمل ايه وانا في السوق؟ فهمت ازاي العقد ده؟ فيها ورد كام عند الشفعيين؟ ان ترجع له كل حاجه وتجي له بكره تاني. خلاص ناجل العقد خالص. بطلت الكل. ونقول له تيجي بكره ناخد من جبت حاجه. واضح؟ وتروح سليم. وانت هتنصحني. الطريقه الثانيه نقول له طب بقول لك ايه؟ انا كده خدت الثلاث ارباع، يبقى هديك ثلاث ارباع ال 10، يبقى يصح في المقبوض ويسقط اللي ما اتقبضش. اخد ثلاث ارباع ال 10 وانا اخدت ثلاث ارباع الشهر. واضح الكلام؟ فهمت يبقى عندي ايه؟ عندي وجه تفريط الصفقه فيصح في المقبوض ويسقط في غيري، ووجه ثاني انها تسقط الصفقه كلها. واضح؟ فهمت الخطه في الصوره؟ نقرا. فلو تفرق المتبايعان قبل قبض كله بطل او بعد قبض بعضه ففيه قولان تفرق تفريط الصفقه ولا يجوز بيع الغرض. موضوع ثاني نقطة كبيع عبد من عبيده او طير في الهواء ده اسمه بيع غرض. بيع الغرض ده يقول له ايه عنده مثلا 10 او عنده بلاش دلوقتي ندي مثال بالعبيد عشان بلاش عندنا عبيد ندي مثال بالسيارات. انا عندي 5 6 عربيات حطيتهم في الجراج واحنا قاعدين مع بعض في المكتب اقول له بقول لك ايه ما تشتري واحده من العربيات اللي عندي في الجراج. يقول لي بكام؟ اقول له ب 50,000 ينفع بيها؟ لا ما هو غرض اهو، هو انا حددت له واحد ولا ماركتها ولا اي واحده فيهم؟ ما ينفعش ده بيع غرض. وبعدين ما يتفق معايا اروح مديله العربيه باللي يساوي 20,000 واحنا متفقين على 50,000. ما اديلوش العربيه حلوه. يقوم يمسك خناقه وبقى نزاع وجاء الشرع لرفع النزاع. وعشان كده لما الشرع يجي يمنع النزاع بين الناس يقول لك لازم رؤيه المبيع ولازم انتفاء الجهاله وما يبقاش فيه غش ووضوح. فاي بيع ما فيهوش الحاجات دي بيسموه بيع غرض. زي واحد بيجي لك مثلا بيصطاد والطائر كده معدي يقول له ايه رايك تشتريها؟ وهو لسه بينشن. الله ما ينفعش تشتري ايه يا عم؟ ما يمكن تنشن ما تعرفش تصطاد. واضح؟ لما تصطاد وتحوزه ويبقى في ايدك يبقى بيعه. انما ما بتبيعش سمك في ميه ولا طير في هواء ولا ايه بضاعه مختلطه بمثلها دون تحديد.
واضح؟ حرام بس مش ربا. لا دي بيع ضرر حرام مش ربا. حرام بس مش ربا. أبنى أموال الناس بالباطل. شوف يا أستاذ الناس مش فاهمة إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل القرآن، الناس مش فاهمة الحكاية. لما ربنا بيقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الجملة دي الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل الأحاديث الواردة في أبواب البيوع والمعاملات كلها. كل أبواب البيوع والمعاملات كلها تفسير لقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فلما تيجي عايز تفسر الآية دي افتح كتاب المعاملات كلها المالية. واخد بالك وجميع العقود المالية وشوف إيه الاحترازات اللي احترازها الشارع عشان يحمي الناس من أجل أموال بعضهم البعض بالباطل. تعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في تفسير القرآن. وانه بينه احسن بيان وتركنا على المحجه البيضاء لديها كما هي صلى الله عليه واله وسلم. ونبدا بهذا الحكي ونقرا الحاشيه اللي هي حاشيه البيقول المره دي. احنا النهارده قرينا كلام المصنف ابن شجاع ابي شجاع وكلام ابن قاسم الغزالي. المره الجايه نقرا كلام الامام البيقول وقلنا المقدمه والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك. في بقى سؤال هنا اخير عشان هنصيب الصلاه على طول. بيقول احنا دلوقتي بيروح نبيع الذهب عند الراجل الجواهري ده الفريق بتاع النساء ده، يقوم الراجل يوزنه وبعدين يختم الصنعه ولا مش عارف الدنمه دي من الجواهر، وبعدين ممكن يقول لها اختاري بقى في الباترينه اي ذهب تاني وتدفع له الفرق. فهنا مفيش تماثل، واخد بالك مفيش تماثل. وبعدين في الذهب لا عبرة بالصنعة، ما فيش عبرة بالصنعة في الذهب. ما اقولش بقى ان المصنعية فيها كذب، الشرع لا يعتبر الصنعة في الذهب طالما ذهب في ذهب، يعتبر الصنعة لو كان ذهب في مال او بفضة. واضح؟ لكن لو ذهب في ذهب ما يبقاش بفضة، يدا بيد. واخد بالك ازاي؟ وحال ما تقوليش بقى صنعة، ما ينفعش. طب ما الصنعة بتتكلفه اعمل ايه؟ خلاص اشتري من الاخر، غير الجنس. واضح الكلام؟ لكن ساعات الراجل اللي هو بتاع الذهب علشان يضمن ان الست تشتري من عنده يوم يحجز الحاجه اللي هتشتريها ويقول لها بص في باترينا هديكي واعمل لك الفرق. فانا برايي في الحاله دي يجوز لانه هو بيحسبها بالمال. بيحسبها بالمال في لحظه بسيطه. فهو بيحولها الى مال جنيه مصري. بلحظة لطيفة عنده على الورق ويبتدي يحسب فيه المال فتوسطها المال. واخد بالك ازاي؟ لكنه فيه شبهة لأن لم يتم التقابض وهو باع قبل التقابض، فالشبهة دي تخليه العقد ده فيه خلل. فأنا أنصح بس. لكن لو تم يعني ما نقدرش نقول عليه ربا 100%. ليه؟ بتوسط ايه الأوراق المالية. واضح الكلام؟ بس لكن المساله من الدكتورة ايه البشعه يقول كده ربا وحرام وينزل رجليه على المنبر ويهد الجاب. لا مش كده، لازم بالراحه اكتر. هو اصلا بيعرف الفرق ازاي؟ انه يحولها الى اوراق ماليه عنده عشان يعرف يحسب الاوراق الماليه اللي هتاخد، فهي توسطت الاوراق. طب الخلل جه فين؟ ان مفيش تقابض. طب الحاله دي تعمل ايه؟ الست عشان دي تعمل تحل الازمه تروح للراجل ما تقولوش انا عايز اشتري ده، تقول له انا هبيع، يقوم مؤذن وبتاع فلوس تيجي له ثاني يوم تقول له طب كده تتبرج وتشتري وخلاص تحل الازمه. لكن هي لما تقول له انا هبدل ساعتها الراجل بيسمع يقوم يحجزها عنه. فاهم؟ فاحنا نعمل تستنى كده انك تروح تجيبي ايه مش حاطه تاني وعايزه تشتري ثاني يوم تروح تشتري او في المحل اللي جنبي. لو عندي نفس المحل روحيله بعد ساعه. بعد اي حاجه المهم خد الاول بفلوسك علشان يتم التقابض والايه والحضور والحاجات دي كلها، لان لو ما عملش دهب في دهب لازم سواء التماثل والتقابض اكتر. واضح الكلام؟ والله تعالى اعلم. محمد شرير.